علم نافاسا رائع يجمع التاريخ والسحر والأبطال. تقع نافاسا بين هايتي وجامايكا. تعرف، هناك الكثير من الناس. الغابة كثيفة، المنحدرات عالية، الزهور متفتحة، لكن هذا ليس الكل. الناس أذكياء جدا، يستخدمون تكنولوجيا للاختفاء وبناء مبانيهم. القصة تعود لثورة هايتي توسان لوفرتور. لوفرتوريين يحكمون نافاسا ويحافظون على أفكاره. وماذا؟ تحدث أمور غريبة. هناك لؤى، مصاصي دماء وسحرة. الآن الملك فيليب لوفرتور معروف بصقر البرق، ملك نافاسا. عنده الكثير ليسوي مع هذه الشخصيات الجميلة والشينة. تدور هذه القصة حول المسؤولية، العائلة، ومحاولة فعل الصواب. هذه مغامرة رائعة، حيث يتصادم الأبطال والأشرار. عليهم أن يكتشفوا ماضيهم، يتغلبوا على مشكلات اليوم، ويحسنوا مستقبل الجزيرة. عالم نافاسا هو خليط من التاريخ والسحر، مصمم للإظهار. كم يمكن أن يصبح الناس قويين عندما يتحدوا؟ هذه قصة كبيرة ومثيرة عن البطولة، العائلة، والصراع بين الخير والشر. جميلة جدا. هذا هو عالم نافاسا.